موجودين هنا مدربين، كل الموجودين مدربين. طب مين المدرب؟ مين بيدرب؟ ماشي، دي أغلبية كاسحة. طب مين درب أنوار؟ كويس، ما دربوش، ما دربوش أنوار؟ دربوا ناس، دربوا بره أنوار. طب فين مثلا؟ في جامعة الفوز بالحسنات، وفي مدرسة عندي مدرسة ثانوية. جمعيات خيرية جنب البيت وأمور بقى. أمور؟ أمور؟ في الهرم وفي جامعات. شغل. ندرب جامعات ثانوية. محمد. تسير صناعة الحياة. طيب، هو يعني انا مش هتكلم بقى عن التدريب بشكل عام، اسمحوني بقى ان انا يعني اتكلم بشكل مختلف. اتكلم بقى عن الكلام التكنيكال بقى، التدريب والكلام ده، اتكلموا عني بقى ايه، اتكلموا فيه اكتر. محمد، الناس بقى اللي علاقه بالتدريب، انا لست مدربا. هو هنتكلم عن رسالة بشكل عام، رسالة جماعية خيرية. جماعية خيرية تطوعية، هدفها نشر الخير ونشر التطوع بين الناس، صح؟ احنا أنوار رسالة، أنوار هو فريق بيتكلم عن التنمية البشرية. بيخاطب مين؟ بيخاطب الشباب. بقاله كام سنة أنوار رسالة؟ بقاله حوالي 7-8 سنين. أنا نفسي بس كده في وزن كل مدرب، سواء كان رسالة أو جمعية تانية أو الشركة شركته. وعايز أقول لكم حاجة، أنا وهي إحنا أو أنتم بقى المدربين، بإيديكم وعليكم مهمة كبيرة جدا. أنا وهي الشباب، الشباب دول أمانة في ذلك، دول الفئة اللي احنا بنستهدفها في رسالة وقرار رسالة. خلال 7-8 سنين اللي فاتوا أنا شفت بعيني، محدش قال لي، شباب كتير جدا جم حاضروا في رسالة مستمعين عاديين، وبعد كده فكر إن هو لو حاضر حضر تي ودي مع حد واثنين وثلاثة، وبعد كده قرر إن هو يبقى محاضر ومشي السكة. أنا أتمنى إن احنا عايشين فيه، بس نمشي في سكة تانية. هقول لكم إيه السكة اللي احنا مش عايزين نمشي فيها، وإيه السكة اللي نفسي أتمنى كل واحد من عايزين يعرف أسلكها. إيه السكة اللي الناس تسأل؟ أنا بدأنا أنوار رسالة مع بداية التنمية البشرية في مصر، مع بداية ظهور دكتور إبراهيم الفقي ودكتور طارق سويدان والناس دي كلها. مكانش في حاجة كده اسمها التنمية البشرية. مكانش في مدربين، كان مدربين يطلعوا ابتدى المدرب يطلع بقى ايه؟ شاب صغير، حضر محاضرات، واعجب بالموضوع، خد تي او تي، عايز يبقى محاضر. هو في الأول ايه؟ كان نفسه جدا يفيد الناس. نفسه جدا يعلم الشباب، ياخد بإيديهم بقى ويعلمهم. بعد شوية تلاقي اللي حصل؟ السيناريو المحفوظ. تلاقي على فيسبوك البدلة طلعت وتصور، وشوية غاب يومين ثلاثة، الدكتور فلان الفلاني، شوية تلاقي ألف كتاب، شوية وبعد كده خد سكة بعد عن الشباب اللي هم أصلا محتاجين. فعلا احنا شباب محتاج جدا حد يقعد يتكلم معايا يقول يعني ايه ده بالظبط؟ يعني حياتي كلها هدف، يعني
عمره ما حد اتكلم معاه الكلام ده، يعني ايه كل ايه خطه في حياتي؟ ما حدش اتكلم معايا. كل المحاضرين الشباب لا يعني طبعا منهم واقصد منهم وافضل منهم، الشباب محتاج لنا. احنا في ادوار كل المجموعه اللي انت شايفينها دول ويمكن اكتر منهم كمان، هدفهم كل دول مش محاضرين على فكره، كل دول هدفهم المحاضر يجي يقف في المحاضره يلاقي ناس شباب صغيرين كده يسمعوا كلام الخطيب على رد الواقع عنها ويستفيد. ارجو ان احنا كمحاضرين ما ننساش الناس اللي محتاجيننا اللي هم الشباب، ونبدا ناخد السكه الثانيه بتاعت البدله والدكتور الفلاني والمحاضر العالمي المحاضر الدولي. لا يعني نخلينا عند الناس اللي محتاجيننا، احنا في ناس فعلا محتاجيننا، ونالف كتب ان شاء الله يا عم يعني، وفي عمل علمي. احنا هدفنا ناخد وابتدى بقى ايه نبعد عن الشريحه اللي فعلا محتاجيننا اللي هم الشباب، اللي فرصتنا كويسه ان احنا قريبين منهم نفس السن سن متقارب، نعرف نصدقهم عارفين لغتهم. طيب احنا في رساله في انوار هدفنا ايه؟ هدفنا نوصل لشباب في كل مصر، نقدم لهم العلم ده باسهل طريقه، طريقه عاليه جدا الكواليتي بتاعتها عاليه جدا في نفس الوقت مجاني. هنتدرب جوه فروع رسالتي في القاعات، بنحاول نظبط القاعات على قد ما نقدر. هم في الجامعه هنروح لهم المدرسه، هم في المدرسه هنروح لهم المدرسه، هو قاعد في البيت هنديله اونلاين، هنسجل له المحاضرات ونرفعها على النت بحيث ان هو يتفرج عليها في اي وقت. هنروح له المسجد، نروح له الكنيسه، نروح له اي كل حته، ونروح له نتعلم علشان ناخد ايه؟ ومجان، جوده عاليه ومجان. طيب انا اتمنى انا بالنسبه لي بصنف المحاضرين، سامحوني ان انا اتجرا واصنف المحاضرين، بصنف المحاضرين ازاي بقى؟ بصنف المحاضرين على معيارين. اول معيار ممكن نسميها الماده العلميه او المحتوى، ثاني معيار هو المجهود او الالتزام. هنبدا من تحت لفوق، تحت ده يعني اول خطوه، وبعد كده الافضل منه ايه؟ وبعد كده الافضل منه ايه؟ بنبدا المحتوى. عندنا محاضر لسه مبتدئ حابب الموضوع، عايز يقدم الناس، حابب يوعي الشباب، يعرف يقول الماده علميه او اثنين او ثلاثه لسه جديد، يعرف يقول مثلا ايه؟ اداره الوقت، وبيعرف يدي مهارات العرض. كويس، لو واحد يعرف يقول منطقين يعرف يقولهم وقراهم كويس وبيدي. لو واحد عنده ماده او اثنين، ماده علميه او اثنين ودي. بعد شويه يبدا بقى ايه يتوسع في المواد، ويبتدي بقى كمان يبقى عنده مهارات كويسه ان هو يعرف يوصل لمرحله ايه بقى ايه؟ اديني اي ماتيريال وانا اشتغل. ان هو انا جاهز تحول. هو بقى ايه؟ هنسميه محاضر محترف. هنسميه كده. اخر مرحله بقى اللي احنا نفسي كلنا نبقى هذا الشخص. مين بقى المحاضر ده؟ اللي بيعمل ايه؟ تخصص تخصص بياخد سكه معينه وماده علميه معينه بيذاكرها بشكل قوي جدا، يجيب كتب
يدرسها بيعمل حاس بيطلع وحشمه كده. انا بسميه المحاضر ده هو صاحب الرساله، هو واحد عنده رساله عايز يوصلها للناس. ده الانبياء معاه رساله، الرساله بتاعته دي ممكن تكون موضوع، ممكن يكون اداره الوقت، بس الموضوع ده داخل دماغه جدا ومقتنع من جواه ان لو الشباب عرفوا الموضوع ده كويس حياتهم هتتغير. واحد تاني الاهداف، تحديد الاهداف. انا لو الشباب عرفوا اهميه موضوع الاهداف ده حياتهم هتتغير. هو عنده رساله. وابدا بقى يجمع كل ما ذكر عن الموضوع ده، كتب قديمه وكتب، كتب بقى سماويه، كتب بشريه، علم حديث، نماذج. يبدا يدخل بقى ورك شوب، يبدا يعمله كورس كامل، يبدا يعمل فيه حاجات عمليه. وافضل مكان في مصر تعمل فيه محاضرات عمليه هو المكان ده. ليه؟ انت عندك 30 نشاط جنبينا اهو في الاوضه اللي جنبنا، ممكن نتعاون معاهم. انا اخدت المحاضره النهارده على التخطيط، نتعاون مع النشاط اللي جنبي اسمه نشاط الزيارات. اجيب الشباب بتوعي هنعمل زياره لدار مسنين. تعالوا حط خطه، حط خطه ازاي نعمل زياره ناجحه. خدنا فريق العمل، قسموا بعض فريق عمل عشان نطلع الزياره دي ونطلع فعلا. وبعد ما نطلع الزياره نرجع نقيم نفسنا، عرفنا نقسم الفريق ولا لا، كان في خالد ولا ما كانش فيه، الخطه اللي حطيناها نفذناها ولا لا. عندك هنا في رساله امكانيات، وعندنا مدرسه وعندنا ملاعب وعندنا امكانيات، ممكن تنوار بقى على الكليه. احنا عندنا محاضر هنا مش بتاع اديني ماتيريال ويلا نخش، انا جاهز، انا عامل ده عايز اتكلم عن ايه؟ اداره الوقت. هنا ايه؟ اي ملزمه اهو، خش نخش نتحلى. هو عنده رساله مقتنع بيها، محضر فيها تمام، كتب غربيه، كتب عربيه، كتب قديمه وكتب جديده، ابحاث. هو يفكر ويطلع، عنده رساله عايز يوصل، هو صاحب الرساله. طيب بالنسبه للمجهود بقى، اول واحد لما جينا محاضر لطيف كده قلنا ايه؟ انا عايز ادي معاك محاضرات. طيب انا معايا امتى؟ لما ابقى فاضي اجيبكم. انا لما اكون فاضي مره في الشهر بقى، مرتين، ده لما يكون فاضي. الافضل من كده ايه؟ حد ملتزم معاك يقول لنا ايه؟ انا معاكم اول خميس واخر خميس مثلا، يومين في الشهر. هو راجل ملتزم من الاول، ده ملتزم مثلا بعدد مرات معينه. التالت ده بنتكلم فيه ده لسه نشوفه كتير في رمضان رساله وعامة بشكل عام. واحد زميل راح، هو عنده رساله وعايز يوصلها لكل الناس. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف يروح اخر الدنيا عشان عايز يوصل رساله. اللي عنده رساله هيتعب علشان احنا عندنا في الانوار 20 فرع جوه القاهره وبره القاهره وعندنا في المنصوره وعندنا في طنطا، هيروح وهيوصل الرساله. اونلاين شغال، هتسجلوا لي محاضرات ماشي، عندي في الفرع ده ماشي، في المهندسين اوكي، في بقيه مصر شغال، في حلوان ماشي، طنطا انا جاي، انا جاي. وده بيسميه المحاضر الرحاله. احنا نفسنا نوصل لمحاضر صاحب رساله رحل. لو احنا عندنا كده هنقدر ننقذ الشباب اللي قاعدين على نفسنا. ما نخشش في الدوامه بتاعت المحاضر العالمي والمحاضر مش عايزين محاضرين جبارين ولا عالميين، مش عايزينهم. مصر مش محتاجه محاضرين عالميين، والله مصر محتاجه محاضرين مخلصين مقتنعين باليوم. انا بقالي في القصه دي 7-8 سنين. انا لما بدات من 8 سنين اعمل انوار رساله كنت محاضر، كنت بحط مادة تحليل الأهداف وكل الكلام. وبعد كده لقيت إن الأفيد للناس إن أنا
اتفرغ لانوار واكبرها، هيبقى في يدهم ان انا اقف اديهم محاضرات. فاحنا المعيار بتاعنا ايه؟ استفدت الناس. فالافضل للناس ان انا اعمل فكره انوار وما اديش محاضرات. نفس الكلام بالنسبه لك، انا ابقى محاضر لا ونجم ومعروف ومشهور، ولا اوصل لاكبر ناس واقناع. انا ممكن ابقى الاثنين، بس انا رسالتي من اللي انا بشوفه من المحاضرين كتير الا نتخلى عن الشباب اللي محتاجين لنا. هو مش هيفيده ان انا ولكن هيفيده ان انا اكون صاحب رساله. متاكد 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 من تجربتي. انا تجربتي اهو 8 سنين في 20 فرع. ممكن تعدوا بقى، يعني 20 في 8 بكام؟ عدوا كام سنه؟ 160 160 سنه. شوف بقى، يعني شفت محاضرين كتير ومستفيدين كتير. انا بتخرج في السنه 80,000 مستفيد في السنه الواحده. شفت المحاضرين بقى ايه؟ عد بقى كل المحاضرين شغالين دول انا هكتب لك 160 80,000 مستفيد. يعني جمهور مفتعل. شاب 80,000 شاب استفاد. كواليتي ولا يعني كم ولا كيف يعني؟ قلنا هنا بيحضروا 80,000 شخص. طيب خلينا بالذات، لا عندك يعني اشياء تقيس بيها مدى الاستفاده اللي استفادوها في المحاضرات؟ كنت بتتابع مدى استفادتهم بعد كده؟ في ناس بتتابعهم، في ناس بياخدوا المحاضرات، في ناس بيروحوا لهم الجامعه يحضروا 200 واحد يديهم المحاضره. في ناس بيجوا لنا هنا، في ناس بنستمر معاهم في كورسات لمده سنه. في ناس تبقى اونلاين، في ناس بتعلمنا من بره مصر الاونلاين ده. بس احنا نفسنا نوصل لهذا. دول مش محتاجين دكتوراه، محتاجين مش محتاجين ماجستير، محتاجين واحد عنده سنه. موضوع اثنين ركز فيهم. يكون رحالة عايز يوصل للناس. اخر حاجه اختم بيها هو مثال ذكرى في الفرقان. لواحد صاحب رساله وراح حالي حاطينه قدامه عينينا كده في الانوار ونفسنا نبقى زيه. عارفين الناموس؟ هو مش نايم. خد خد بقى يا باشا اللي هو جيت صوره ياسين وجامع. الله يبارك فيك. عارفين القران؟ انا رايي نمسك القصه دي كده نتمعن فيها ونتدبرها. ده يعني قصه مؤثره. انتوا عارفين القران ما فيهوش ولا كلمه زياده ولا حرف زياده ولا حرف نقص. الايات بتقول ايه؟ ونعتبرها انها لينا. كل واحد فينا، كل واحد فينا صاحب رساله. الايات بتقول ايه؟ وجاء من اقصى المدينه. طب كلمه ليه ذكرت كلمه اقصى؟ وما وصلت وجاء من المدينه. كلمة أقصى بتدل على أقصى مشوار. الزمن كان المواصلات فيه كلام. ما كانش مواصلات، ما فيش. هو رحالة مشوار أقصى المدينة. إيه؟ رجل. صفة. وليس اسم ولا ذكر. رجل، القرآن ذكر أمه رجل. إيه؟ كلمة معينة. يسعى. يسعى. ماشي. عارفين السعي؟ واحد بيسعى فيها مشقة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب الراجل ده، على فكرة الراجل ده راح لقرية، قرية صغيرة. القرية دي فيها ثلاث أنبياء. طب هو يعمل إيه؟ ما في ثلاث أنبياء. بس أنا صاحب رسالة. لازم أوصل رسالة. طب أنا الراجل ده بيعرف يكلم؟ مفوه؟ خالص. بدليل ايه؟ هو اول ما راح للناس قال لهم ايه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني انا جاي اقول لكم الناس دي كويسه اتبعوهم، هو ما عندوش رساله ولا حاجه. الناس عملت ايه؟ القوم على فكره القوم دول قتلوا ثلاثة. عملوا ايه بقى؟ صوت عالي. قتلوا. قتلوا. خلصت قصه قصه وخلصت قصه. الراجل مات خلاص انتهت. هو دعا الناس وهو دلوه خلاص القصه لم تنتهي. قيل ادخل الجنه. هو دخل الجنه. طب خلاص انتهت فتره الاختبار. هو دخل الجنه خلاص. بس هو لسه قال معلق على قومه.
قال يا ليت قوم يعلم. طب احنا كمحاضرين لازم من جوانا كده بنتأثر على الشباب احنا بنكلمهم. يعني القالب دي عالم مستفيد بجانب ان انا بطور نفسي وهكبر واقرا واقرا. انا فعلا حريص على الشاب ده، انا فعلا حريص عليه، حتى لو مت، حتى لو هو قتلني، انا ما زلت حريص عليه. في النهايه بقول لكم انتوا كحاضرين، انا بعتبر انوار رسالة ان انا قضيت فيها حياتي وعمري. احنا كلنا 300-400 شاب، دورنا ان احنا ان انت تيجي تقف هنا مش حاجه غير المحاضره. احنا بنعمل كل ده علشان انت تركز وتدي محاضره وتفيد الناس. اتمنى ان احنا رقم واحد ما نوقفش ونستمر ونكون اصحاب رساله حقيقيه ورا حال ايه طلبات الخطوه من الاخبار هي موجوده. كلنا هدفنا واحد. سؤال صغير، لو جه محاضر وقال واحد في المحاضره يديله ولا ما يديلوش؟ يديله. كده ان هو يديله؟ كده؟ انا اول محاضره اديتها كانت لي 3 افراد. انا متاكده ان هو هيدي. متاكده ان هو هيدي؟ اديت واحد قبل كده. لو رحت محاضره بقى ومتخيله فيها سكيل ومحاضره باظت، طب شو هدي ولا احساسي انا هرتب عليا. افكاركم قصه سيدنا محمد لما راح الطائف والناس ضربته ورجع عمل فيها ايه؟ لقى واحد اسمه عداس كلمه واسلم. ممكن يكون الواحد ده. فانا يعني في النهايه هو عدم اعطاء الواحد ده هو مش حاجه بسيطه، ده هو حاجه سلبيه جدا، لانه انا كده ما احترمتش الوحيد اللي جيت. فانا اتمنى المحاضرين سواء كانت رساله جمعيه او اخرى في شغل، انظر للناس ان انت صاحب رساله ورا حاله فعلا قلبك على الناس. احنا رقينا على ايام جميله ايام طريقه ايام مش حد هيا يعني صعب الكلام ان احنا نتواصل مع الشباب الا في حاجه زي رساله او في الجامعات الاخرى. طبعا جزاكم الله خيرا. انا اسف انا طولت عليكم، بس كان فعلا بقالي 7 سنين نفسي اقول الكلمتين دول. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم ان شاء الله كده هنفكر في الجنه كده يا جدعان. شكرا.